السلام عليكم ومرحبا بكم في تازي تي في، فيديو جديد على القناة ديالكم. وأخيرا الإخوان وصلتني الكاميرا اللي كنت كنستنى لمدة ديال 25 يوم. صراحة كاميرا 720p في المستوى، الكواليتي ديالها صراحة رائعة جدا. أنا جربتها دي واحد دوجور، وصلت دابا دوجور جربتها. صراحة الكاميرا في المستوى، وبغيت نستعرضها معكم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله، وكنتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم. ها هي الكاميرا ديالنا الاخوان، وصلتنا من موقع علي اكسبريس. صراحة يعني المدة ديال الشحن اللي وصلت فيه يعني شحن حر، يعني ما خلصت عليه حتى شي حاجة، يعني ماشي الشحن سريع كما كتعرفوا انه يمكن انك دير شحن سريع توصلك في ظرف اسبوع. انا خليته شحن حر. الثمن ديال هذه الكاميرا هذه هو 30 دولار، يعني 300 درهم بحال هكذا. اذا الاخوان جربتها صراحه، انا رجعتها للصاشيه ديالها فجات باش تشوفوا بانها وصلتنا من الموقع. ها انتم كما كتشاهدوا وزعناها من هنا، درنا لها يوزع. ها هي الاخوان، ها هي الكاميرا ديالنا، جات من عند هذوك الاخوان اللي راه عندهم داك الفيروس. الله يحفظ السلامه، نتمنوا من الله انها يكون فيها والو. ها هي الاخوان الكاميرا، كاميرا سي 270 اتش دي ويب كام. الريزوليسيون ديالها الاخوان 720 بي 30 اف بي اس. مهم باش نقول لكم واحد القضيه، ديك الدبدابات كتلقى 30 25 60 بحال هكذا، المهم هادي 30. صراحة الإخوان كاميرا رائعة جدا. ها هي نستعرضوها معكم، نحلو الكرتونة تشوفوا ماذا في داخلها. كاين والو، ها هي كتجي بحال هكذا مع واحد الكتيب ديالها، ها هو مكتوب شينوية. واحد المينيو هنا كيقول لك انك طريقة باش تعلقها في البيسي بحال هنا، وكيقول لك واحد جوج ديال لي فليش بان الميكرو كدا راه كاين، تبرونشيها مع البيسي. ها هو السيت ديالهم، السيت ويب ديالهم logitech.com. اذا هذا لا يعنينا في شيء، وهذه معلومات مكتوبة بالشينوية. وهادي يعني معلومات على الكاميرا وعلى الجودة ديالها ومناش مصيبة وبزاف ديال الحوايج مكتوبين بالشينوية. وهذا ما يهمنا في الأمر الإخوان هو هاد الكاميرا. سنرمي هذه العلبة هنا. فوالا الكاميرا ديالنا الإخوان، صراحة الكواليتي ديالها صراحة تستحق التجريب، تستحق التجريب بالنسبة لي أنا. نزيدكم واحد المعلومة الإخوان، في لي فيديو ديالي كاملين عمرني ما ريكورديت بشي كاميرا أبدا، لغاية هذا الفيديو أنا باقي كنريكوردي معكم بالتليفون. دونك دابا إن شاء الله مستقبلا غادي نبدا نريكورديو لي فيديو ديالنا بهاد الكاميرا هادي. ها هي صراحة الجودة ديالها 720 حقيقية، ماشي مزوره، الكواليتي ناضيه بزاف صراحه، شي حاجه في المستوى. فيها واحد الميكرو، ها هو هنا كاين واحد الميكرو، والريزوليسيون ديالها زوينه زعما الصراحه، كاميرا في المستوى. عندها التوشيه كتحيدها هي، كتعطيك هنا كما كما كتشاهدوا، نرجعوا لها التوشيه ديالها. كاميرا في المستوى، وشفت عليها لي فيديو صراحه، مش ما كاينش شي واحد يعني لا يوجد عربي تكلم عن هذه الكاميرا. ما غاديش نقول لكم حصريه لانه ماشي شي حاجه اللي يستافد منها الجميع، غير هي اللي بغيت نقول لكم ان الكاميرا تستحق التجريب. تكلموا عليها النقازه بزاف الامريكانيين الى اخره، وشكروا هذه الكاميرا. وبصراحه فاش جربتها لقيتها في المستوى، يعني ويب كام في المستوى، دير بها لايف مباشر. وكاين الاخوان كاين ان شاء الله بحول الله غدا ولا الاثنين ولا السيمانة الجاية إن شاء الله غادي يوصلني واحد شنو نقول لكم، واحد موزع الصوت، يعني
ما عرفتش كيفاش نقول لكم السميه ديالو، مشات ليا من راسي. وواحد الموزع ديال الصوت ديال المباشر زويون غيعجبكم ان شاء الله، وغادي ينال الاعجاب ديالكم الاخوان. كما كتشاهدوا الكاميرا ديالنا زويونه انيقه وجميله، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وينال الاعجاب ديالكم الاخوان. سمحوا لينا الا غبرنا عليكم، راه ماشي لخاطرنا، ان شاء الله القادم افضل. وما تنساوش الى عجبكم هذا الفيديو هذا اللايك والاشتراك في القناه، وفي الاسفل خلي لي شي تعليق تحفيزي اخي واختي اذا اعجبك الفيديو. وما تنساوش انه كاين الرقم ديالنا الى اللي بغى يتواصل معنا، اللي بغى يتابونا عفوا، اللي بغى يدير واحد لابونمون يعني في الاي بي تي في ولا في لي سيرفور الاخرين اللي كاينين عندنا ديال الساتيليت، مرحبا بكم، كلشي كاين. وادعو الجميع باش يكون من العائله ديال تازي تي في اش دي. ختاما الاخوان، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.